على أرضية الميدان، وبالتحديد الدقيقة 92 ونص 2:28. هنا الاتحاد المونستيري مولودية راهي متفوقة 2-0 كما راكم تشوفوا في الصورة، والاتحاد المونستيري عنده هجمة ويريد أن يسجل هدف، لأن الاتحاد المونستيري لو كان يسجل هدف تولي النتيجة 2-2 مع أفضلية هدف خارج الديار. لكن هنا في اللقطة هذه واش نشوفوا؟ نشوفوا بايزيد يدير هجمة معاكسة، ينطلق في هجمة معاكسة. الآن عندنا 5 دقائق وقت بدل ضايع. الآن في الدقيقة 3 شوفوا الآن البنك الاحتياط، بنك الاحتياط الاتحاد المونستيري واش يعمل؟ الآن راه دقيقة 2:42 يعني 92 و42 يعني 93 دقيقة، يعني لعبنا 3 دقائق من الوقت البدل الضايع اللي هو 5 دقائق. فهنا البنك الاحتياط الاتحاد المونستيري راه نشوفوا اللقطة راه رمى كرة في الميدان، علاش؟ باش يفسد الهجمة، لأن هذه اللقطة لو كان سجلت المولودية الهدف الثالث هنا ينتهي كل شيء. لكن البنك الاحتياط حاول رمي الكرة فلإفساد الهجمة ولمنع المولودية من تسجيل هدف. لكن هنا نشوفوا اللقطة، مدافع التونسي يعرقل بايزيد، هنا الحكم يحتسب ضربة جزاء، هنا بدأت الشحنة. هذه هي نقطة البداية، تبعوا معنا لأن كل شيء رانا نتبعوها لقطة بلقطة كيفاش بدأت الأحداث بعدين باش نوصل